أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس من المرحلة الابتدائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معا دروس اللغة العربية للترم الثاني، درس ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع المتصلة لابد لنا أن نعرف أولا أن هناك نوعان من الضمائر، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. أخذنا قبل ذلك أن الضمائر كثيرة ومتنوعة، منها ضمائر المتكلم مثال أنا ونحن، ضمائر المخاطب مثال أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، ضمائر الغائب وهي وهو هي وهو وهما وهم وهن، هذه هي ضمائر المنفصلة. أما بالنسبة للضمائر المتصلة فهي أيضا كثيرة ومتنوعة. بداية، لماذا هي ضمائر متصلة؟ ضمائر متصلة لأنها لا تأتي بمفردها ولكنها تأتي متصلة في الكلمة التي قبلها، متصلة في الكلمة التي قبلها. ولماذا هي تسمى ضمائر الرفع؟ تسمى ضمائر الرفع لأنها تحل محل الفاعل، تحل محل الفاعل، فالفاعل كما قلنا أنه قد يأتي اسما ظاهرا وقد يأتي ضمير، سوف نشرح كل ذلك بالتفصيل مع الأمثلة. نلاحظ كما في المثال في الصورة كلمة، اقرأ معي أول كلمة باللون الأصفر، درس يدرس أدرس. درس في المثال الأول إذا أدخلنا عليه التاء وتحدثت أنا عن نفسي أقول درست. طب المثال الثاني يدرس، إذا خطبت فتاة أقول لها تدرسين. المثال رقم ثلاثة أدرس، إذا خطبنا أو إحنا بنتكلم عن نفسينا، إحنا مجموعة بنتكلم عن نفسينا بنقول درسنا. يبقى الأمثلة تتحدث في البداية يتصل بالفعل تاء الفاعل، المثال الثاني ياء الخطاب في تدرسينا، نا الفاعلين في درسنا. مجموعة الأمثلة التالية وهي ادرسا، أين الضمير المتصل؟ طبعا ألف الاثنين، ألف الاثنين هو الضمير المتصل بالفعل وهو ضمير رفع، ضمير رفع متصل. يدرسنا أصل الفعل يدرس، فعندما أضفنا إليه نون النسوة أصبح الفعل يدرسنا، فنون النسوة هو ضمير الرفع المتصل. نأتي للمثال الأخير درسوا، أين الضمير المتصل؟ وهو الجماعة، وهو يدوب عن الجمع، جمع المذكر، جمع المذكر وهو يقوم مقام الفاعل. نأتي بعد ذلك إلى مجموعة الأمثلة ألف وباء. نأتي بعد ذلك إلى المثال الأول، ترعرع عباس في ربوع قرطبة، ترعرع عباس في ربوع قرطبة، أين الفاعل؟ ها نتذكر، هل تذكرون أغنية؟ الأغنية بعد الفعل بيأتي الفاعل، والفاعل دايما ها مرفوع، الفاعل دايما مرفوع. أين الفعل يا شطار؟ الفعل هو ترعرع، الفعل ترعرع، وأين الفاعل؟ عباس. إذا أردنا أن نحذف الفاعل اللي هو عباس ونعوض عنه بضمير، أنا أتحدث عن نفسي أقول ها ترعرعت، أيوة، يبقى التاء في ترعرعت عوضت أو عوضت عن الفاعل، عوضت عن الفعل يعني حلت محل الفاعل، فهي ضمير متصل يحل محل الفاعل، هي ضمير متصل يحل محل الفاعل، لذلك احنا نسميها ضمير رفع متصل. ليه رفع؟ لأن الفاعل دايما ها مرفوع. يبقى التاء هنا تاء الايه؟ تاء الفاعل لمين؟ أنا ترعرعت، أنا أتحدث عن نفسي، يبقى تاء الفاعل للمتكلم. تمام. المثال الثاني، درس عباس ورفاقه خصائص الأحجار، عباس ورفاقه، هؤلاء جمع، نحن نتحدث عن نفسنا ونحن جمع، ماذا نقول عندما نحذف عباس ورفاقه اللي هم الفاعل؟ ماذا نقول؟ هل نقول درس عباس ورفاقه ولا نقول درسنا خصائص الأحجار؟
أحجار. درسنا خصائص الأحجار، فالنا في الفعل في المثال الثاني تنوب أو تقوم مقام الفاعل، يبقى نا الفاعلين كما نسميها، نا الفاعلين تقوم مقام الفاعل، يبقى الفاعل هنا ضمير درس، والنا ضمير متصل وهو ضمير رفع، متصل يعني متصل بالفعل، وضمير رفع لماذا؟ لأنه يقوم مقام الفعل اللي هو أصلا مرفوع. تمام. المثال الثالث: يتحرك الجناحان بحركة مثيرة. يتحرك الجناحان، الجناحان هذا مفرد ولا مثنى؟ أكيد هما ومثنى، مثنى. طيب أين الفاعل في الجملة؟ يا بعد الفعل بيأتي الفاعل، والفاعل دايما مرفوع. أين الفعل وأين الفاعل؟ الفعل هو يتحرك. تمام. أين الفاعل؟ الفاعل الجناحان. تمام. طب إذا حذفنا جناحان اللي هو الفاعل، وأنبنا بدلا من الفاعل ضمير، ها هما مثنى، ايه الضمير المناسب؟ ما الضمير المناسب؟ يبقى يتحركان الف الاثنين، الف الاثنين. اين الضمير المتصل؟ الضمير المتصل الف الاثنين. يبقى يتحركان بحركة مثيرة، يبقى ألف الاثنين هو ضمير متصل وضمير رفع، متصل لماذا؟ لأنه اتصل بالفعل يتحرك، وضمير رفع لأنه يقوم مقام الفاعل ويأخذ إعرابه، يعني بنقول إن هو ضمير رفع متصل. المثال الذي يليه: أراد عباس أن يجرب الطيران. طيب لما أقول إيه؟ أكلم حد أقول له إيه؟ ها أراد أقول له إيه؟ أردت طبعاً. أكلم حد أقول له أردت، كتبت، أكلت، ذاكرت، تا. شوف التاء هنا، التاء هنا عليها فتحة. أنا هنا بنسمي التاء دي تاء الفاعل للمخاطب، تاء الفاعل للمخاطب، عشان أنا بخاطب واحد أقول له إيه؟ أردت. في المثال قال أصيل أردت، أين التاء أو أين الضمير المتصل يا شطار؟ الضمير المتصل هو تاء الفاعل للمخاطب. هو ضمير رفع؟ أيوه هو ضمير رفع. لماذا؟ لأنه قام مقام الفاعل. فين الفاعل؟ اللي هو عباس. المثال الذي يليه: تجمع الناس لرؤيتي. تجمع الناس لرؤيتي، أين الفاعل؟ الناس، والناس هنا جمع مذكر، فالضمير المناسب الذي يناسب الفعل إذا حذفنا الفاعل نقول تجمعوا لرؤيتي. نعم، واو الجماعة هنا ضمير، ضمير يعود على الناس، وطبعا هو ضمير متصل لأنه اتصل بتجمع اللي هو الفعل، وهو ضمير رفع، رفع لأنه قام مقام الفاعل المرفوع. تمام. فلتفخر أمة الإسلام بحكيم الأندلس. أنا أتحدث إلى مؤنث، أتحدث إلى مؤنث، أنا بخاطب مؤنث، بقول إيه؟ ها بدل أمة أحذف أمة اللي هي الفاعل، وأضع مكانها ضميرا مناسب، وحدث هذه أو هذا المؤنث، أقول إيه؟ فلتفخري، ياء الخطاب. يبقى ياء الخطاب هنا ضمير متصل، ضمير رفع متصل. لماذا هو ضمير متصل؟ لأنه اتصل بالفلتفخر، تفخر اللي هو الفعل، تمام كده؟ وهو ضمير رفع لأنه قام مقام الفاعل اللي هو أمة. تمام. آخر مثال: ينظر أن تلد النساء مثله. ينظر أن تلد النساء مثله، أين الفاعل؟ ها أين الفاعل؟ فكر معي، الفاعل هو باللون الأحمر، النساء تلد فاعل مضارع، والنساء فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره. تمام. طب إذا حذفنا الفاعل في الجملة وأردنا تعويض الفاعل بضمير مناسب، ما الضمير المناسب للجمع المؤنث السالم؟ أيوه نون النسوة. يعني نقرأ الجملة هكذا: ينظر أن يلدنا، يبقى النون دي تعود على النساء اللي هم جمع مؤنث، ونسمي هذه النون نون النسوة. يبقى هنا النون النسوة ضمير متصل، وهو من ضمائر الرفع، وهو من ضمائر الرفع. أعتقد أن الأمثلة واضحة. نأتي للقاعدة: نستنتج أن الضمائر التي تكتب متصلة بغيرها من الكلمات، الضمائر المتصلة هي التي تكتب متصلة بغيرها من الكلمات وتسمى ضمائر رفع.
تسمى ضمائر رفع. مثال: كتبت، كتبت، كتبتي، كتبنا، كتبوا، كتبا. تمام، كل هذه تكتبين، كل هذه ضمائر رفع متصلة بالفعل. سميت ضمائر متصلة لأنها متصلة بغيرها طبعا. طب لماذا سميت ضمائر رفع؟ لأنها اتصلت بفعل وحلت محل الفعل المرفوع، لأنها تقوم مقام الفاعل المرفوع. يعني احنا ممكن في الجملة الأصلية نحذف الفاعل ونجيب الضمير ونحل محله، أو نحله محل الإيه؟ الفاعل المرفوع. لذلك سميت بضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل. الأمثلة، التدريبات: أسند ضمائر الرفع المتصلة واو الجماعة نون النسوة ألف الاثنين للأفعال الآتية. طبعا هو جايب لك الفعل في الأول، أول الجمل، من غير ضمير، بدون ضمائر، ومطلوب منك إن أنت تحط فيه واو جماعة ونون نسوة وألف اثنين. المثال الأول: نهل المعارف المتنوعة. نهل، لو أضفنا له واو الجماعة نقول إيه؟ ها، ماذا نقول؟ بسرعة نقول: ها، نهلوا. نحط واو جماعة وألف بعديها طبعا عشان ده جمع مذكر. طيب لو حطيت في نهلة نون النسوة هنحط إيه؟ ها، هنخلي المثال زي ما هو كده، نهلة ونحط فيها نون نسوة متصلة بيها، نهلنا، نهلنا. طيب لو نهلة دي عايزين نحط فيها ألف اتنين نقول إيه؟ ها، طبعا ألف اتنين، يبقى نهلة. تمام، يبقى نهلوا، نهلنا، نهلا. تمام، المثال الثاني: فتح، إذا أردنا نضع فيه واو جماعة نقول ليه؟ ها، طبعا فتحوا. طب لو نون نسوة، فتحنا. طب ألف اثنين، فتح. طيب المثال الأخير: تعلم القرآن وعلوم، إذا أردنا نضع فيها واو جماعة نقول ليه؟ تعلموا. إذا أردنا أن نضع فيها، نصل بها نون نسوة نقول تعلمنا. إذا أردنا أن نصل بها ألف اثنين نقول تعلم. نعم، أجل. نأتي بعد ذلك إلى أمثلة الجدول، أو املأ الجدول الآتي. الجملة: المجدون نجحوا في الامتحان. أين الفعل هنا؟ المجدون نجحوا في الامتحان. الفعل هنا ها، نجحوا. أين الضمير؟ أين الضمير؟ واو الجماعة. هل هو ضمير متصل أم منفصل يا شطار؟ طبعا هو ضمير متصل، واو الجماعة ضمير رفع متصل. نأتي بعد ذلك للمثال الثاني. المثال الثاني: سمعنا مواء. سمعنا، أين الفعل؟ تمام، سمعنا، سمعنا هو الفعل، سمع، سمع هو الفعل. أين الضمير؟ نا الفاعلين المتصلة به، نا الفاعل، نكتب نا نون ألف. تمام، طيب نوعه ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل. المثال الأخير: الطفلان يستمتعان باللعب. يستمتعان باللعب، أين الفعل؟ يستمتعان، أين الفعل؟ يستمتعان، يستمتع. أين الضمير؟ ألف الاثنين، ألف الاثنين، لأنه يتحدث عن اثنين وهو من ضمائر الرفع المتصلة. بعد ذلك نأتي إلى باقي الأسئلة. كتبت، كتبنا، كتب، كتبنا، تكتبين، كتبوا. كل الألوان أو كل الضمائر اللي باللون الأحمر هي ضمائر رفع متصلة. تمام، استبدل بالضمائر ضميرا متصلا مناسبا كالمثال الأول أو التالي. ها، كتب التلاميذ الواجبة، نقول كتبوا الواجب. تمام، طب يصنع النجاران المقعد، ها، يصنعون المقعد. احنا بنشيل خالص الفاعل وبنحط الضمير المناسب، ضمير الرفع المناسب. يصنع النجاران المقعد، يبقى يصنع النجاران المقعد، يبقى يصنعان المقعد. تمام، المثال الذي يليه: فتحت التلميذات ونوافذ الفصل. هنا التلميذات هنا جمع مؤنث سالم، فهنشيل الفاعل الجمع المؤنث وهنضع الضمير المناسب في فتح. هتبقى ايه؟ بنحط ايه في جمع المؤنث السالم؟ نون النسوة، تبقى فتحنا نوافذ الفصل. عاد المهاجرون من السفر، هنشيل الفاعل خالص ونجيب ضمير مناسب، يبقى ايه؟ ها، عادوا من السفر. تمام، بعد ذلك املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. الضمير اسم يضمر طبعا اسما آخر ويحل محله. تمام،
الضمائر التي تكتب متصلة بغيرها من الكلمات تسمى ضمائر أو الضمائر المتصلة، أما الضمائر التي تكتب مستقلة عن غيرها فتسمى الضمائر المنفصلة. تمام. أنا الذي اشتركت في جمعية الهلال الأحمر، هو يريد منك أن تحول الجمل حسب الضمير الذي أمامها. يبقى أنت الذي اشتركت في جمعية الهلال الأحمر، تمام. طب أنت التي، طبعا عشان هنا بخاطب بنت، أنت التي اشتركت في جمعية الهلال الأحمر. أنتما، طبعا هنا غير على طول الاسم الموصول، دخلنا الأسماء الموصولة، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، تمام. يبقى أنت التي، أنتما إيه، هنا بنتكلم مثنى، يبقى اللذان اشترك، أنتما اللذان اشترك في جمعية الهلال الأحمر. طب هنا بتكلم مجموعة من الذكور، هتبقى إيه؟ أنتم الذين اشتركتم في جمعية الهلال الأحمر، تمام. طيب هنا بتكلم مجموعة من الإناث، أنتن اللاتي اشتركن في جمعية الهلال الأحمر، تمام. ده في ضمائر المخاطب، ضمائر المخاطب اللي هو أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. طب ضمائر الغائب، هم الذين اشتركوا في جمعية الهلال الأحمر، تمام. طب هما برضو أيضا اللذان اشتركا في جمعية الهلال الأحمر. طيب أنا، طبعا أنا يناسبها الذي، طبعا يبقى أنا الذي اشتركت في جمعية الهلال الأحمر، تمام. طب نحن الذين اشتركنا في جمعية الهلال الأحمر. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم الذي يتحدث عن ضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع المتصلة، وأتمنى من الطلاب حفظ الضمائر، وهي أعتقد أنها سهلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.